إذا ما توسع بالفعل هذا الصراع الإسرائيلي اللبناني، إلى أي مدى يمكن أن يجر المنطقة إلى مرحلة لا تحمد عقباها؟ وما هي الدول التي من الممكن أن تنجر إلى هذا الصراع والأطراف الموجودة أيضا في المنطقة؟ وأول ربما هذه الأطراف من الجانب الإسرائيلي هي الولايات المتحدة. بالفعل، أولا أمريكا بتضر لأنها بتدفع ثمن سياسي لكل اللي بيحصل. تاني حاجة، هي عايزة من ولاية أوباما الثانية مرورا بترامب بايدن تنسحب من المنطقة، ديس انجيجمنت، لأنها عندها مهام أخرى في بحر الصين الجنوبي وفي الجنوب الباسيفيك ومضيق تايوان، هتتورط في المنطقة، لأن حرب حزب الله في مش هيقدر الجانب الإسرائيلي يقوم بيها لوحده، لابد من إسناد مباشر من حاملات طائرات، من طائرات، من دفاع جوي، من دعم. وستبقى إسرائيل في المنطقة، وهذا النوع من الحرب لما غزة اللي هي كتاب عز الدين القسام الأقل تسليحا ودولة حبيسة وتحت الحصار، ودخلنا في الشهر التاسع، ما بالك بلبنان وما يطلق عليه بقى الميليشيات الرديفة والحليفة مع حدود مع سوريا، وسوريا للعراق ومن العراق لإيران، فهتكون حرب مفتوحة وهيتأثر على كل المنطقة، كل جوار إسرائيل وكل جوار لبنان وكل جوار حتى جوار العراق. واضح. لأن الموضوع مش هيكون عملية محدودة، وكلما زاد الضغط على الجانبين كلما زاد التهور من الجانبين. نعم. وهتكون فرصة لإيران إنها تحارب بالوكالة ولكنها بالأصالة، مختلف عن الحوثي، مختلف عن حماس، مختلف عن كل الفواعل من غير الدول اللي بتدعمها إيران. صحيح. أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد سمير الراغب، وأنت الخبير العسكري والاستراتيجي.